بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة رئيسة مجلس حقوق الإنسان، السيدة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السادة رؤساء الوفود، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أخاطبكم اليوم نيابة عن وفد بلادي المشارك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان لهذه الدورة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في جهودكم التي تطلعون بها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. السيدة الرئيسة، تنظر دولة قطر لهذا المجلس الموقر باعتباره آلية رئيسية للأمم المتحدة بإمكانها أن تسهم بفاعلية في تغيير حياة الملايين من البشر إلى الأفضل. لذلك فإن بلادي تتشرف بعضوية هذا المجلس، والتي نعتبرها امتدادا للجهود الوطنية التي تبذلها دولة قطر لتعزيز كرامة الإنسان وصون وحماية حقوقه وتحقيق تنميته وأمنه ورفاهه. ولم تقتصر الجهود الوطنية على تعزيز دور مؤسسات الدولة فحسب، بل شمل أيضا تعزيز الإطار التشريعي في العديد من المجالات، والتي من أبرزها صدور القرار الأميري بإنشاء اللجنة العليا للتحضير للانتخابات لانتخابات مجلس الشورى، وقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لموائمة التشريعات الوطنية مع العهدين الدوليين، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي، بالإضافة إلى مواصلة الاستمرار في تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية التي تهدف لحماية وتعزيز حقوق العمال الوافدين. أما على المستوى الدولي، فقد تميزت علاقات دولة قطر الخارجية بالتعاون البناء والانخراط الإيجابي مع الدول والمنظمات الدولية. ففي عام 2019 وقعت دولة قطر اتفاقية لإنشاء مركز للتحليل والتواصل تابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في الدوحة، واتفاقية لإنشاء مكتب لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واتفاقية لفتح مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، واتفاقية لإنشاء مكتب لتنسيق الشؤون الإنسانية. كما واصلت دولة قطر تقديم العون الإنساني التنموي والإغاثي للمتضررين من الكوارث والنزاعات، وأنفقت ما يقارب من 2.5 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث الأخيرة في مجالات التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والبنية التحتية من خلال صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية، فضلا عن مواصلتها القيام بأدوار الوساطة لتقريب وجهات النظر وتجنب التصعيد وإيجاد حلول مستدامة للنزاعات والخلافات، وآخرها وساطة دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، والتي نأمل أن تثمر عن تحقيق السلام المستدام الذي طال انتظاره في أفغانستان. السيدة الرئيسة، ما زالت تداعيات الحصار والتدابير القسرية التي فرضتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية على بلادي منذ عام 2017 ماثلة في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان المرتبطة بالحقوق الدينية والتعليمية وحرية التنقل والحريات الأساسية. ومما يثير القلق بوجه خاص أن هذه الانتهاكات طالت المواطنين القطريين واستهدفتهم من واقع جنسيتهم القطرية، الأمر الذي يشكل انتهاكا جسيما ومباشرا لجميع مواثيق حقوق الإنسان وعلى رأسها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويسرني أن أشير في هذا المقام إلى القرارين الصادرين عن لجنة القضاء على التمييز العنصري بقبول الاختصاص لنظر الشكاوى المقدمة من بلادي ضد كل من السعودية والإمارات. كما أذكر بالقرارات المؤقتة الصادرة من محكمة العدل الدولية حيال ما يتعرض له القطريون من تمييز، حيث لا زالت المحكمة تنظر في القضية المقامة من دولة قطر ضد الإمارات في هذا الصدد. السيدة الرئيسة، تتعرض القضية الفلسطينية لمخاطر عديدة من أبرزها القرارات والمشاريع أحادية الجانب المنحازة،
ومنها ما يسمى بصفقة القرن التي تخالف كافة القوانين والاتفاقيات المعتمدة وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة. وفي هذا الصدد نود التأكيد على أن الطريق الوحيد والأمثل للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم لا يمكن إلا أن يستند إلى حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق السلام والاستقرار ويمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه القانونية والتاريخية كاملة، ومنها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. ومن ناحية أخرى فإن ما يمر به الشعب السوري الشقيق لا يقل مأساوية عما يمر به الشعب الفلسطيني الشقيق، فالتصعيد العسكري الذي تقوم به قوات النظام السوري وحلفاؤها في شمال غرب سوريا وخاصة في مدينة إدلب تسببت في موجات من النزوح لما يقارب 1,000,000 إنسان، وهي الأكبر منذ بدء الصراع في سوريا. وفي هذا الإطار فقد بدأت دولة قطر حملة وطنية تقودها قطر الخيرية لإغاثة نازحي إدلب، ومن هنا تطالب دولة قطر المجتمع الدولي وبالذات مجلس الأمن باتخاذ كل ما يلزم من أجل إنهاء العنف والقتل وحماية الشعب السوري والتوصل إلى حل سياسي وفق مبادئ إعلان جنيف وقرارات مجلس الأمن 2254. وفيما يخص الأوضاع في ليبيا فإننا نعجب من المعايير المزدوجة التي يمارسها بعض أعضاء المجتمع الدولي بالسكوت عن الاعتداءات المستمرة لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بل وتقديم مظلة سياسية له في اعتداءاته على طرابلس واستهداف حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دوليا. السيدة الرئيسة، يسرني أن أبلغكم أننا في دولة قطر وفي إطار الدعوة المفتوحة التي قدمناها لأصحاب الإجراءات الخاصة استقبلنا خلال العام الماضي وحده كل من الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررة الخاصة المعنية بالعنصرية والمقررة الخاصة المعنية بحق التعليم. هذا بالإضافة إلى دعوتنا لمنظمة العمل الدولية لافتتاح مكتب في دولة قطر، والذي يعمل بشكل وثيق مع الأجهزة الحكومية لتحسين أوضاع العمالة في الدولة والقوانين ذات الصلة. في الختام أؤكد على استمرار دولة قطر في نهجها القائم على صون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان واستمرارها في سياساتها الرامية للتعاون الدولي البناء الذي يشمل دعم عمل هذا المجلس لتمكينه من القيام بواجبه على النحو الأمثل. وفي هذا الإطار فإننا نؤكد على ترحيبنا بجميع المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان لتزويدنا بتوصياتهم، إذ أن النقد البناء الذي تلقيناه خلال السنوات الماضية كان خير معين لنا في تطوير سياساتنا وتشريعاتنا ومارساتنا للأفضل. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.